كل التحيات لكم اليوم وكل يوم من تلفزيون لبنان من حي الأصدقاء اللي متابعين معنا حلقات برنامج مشاكل وحلول. ضيفنا لليوم جورج سلامي رئيس بلدية الفنار بقضاء المتن الشمالي. من خلال كل المعطيات بيسعى دائما الرئيس لحتى يتحدى الصعاب والمعاناة والمشاكل ويقول يا جماعة بالإدارة الحكيمة بنقول هذه هي الحلول. اسمحوا لي سوا نرحب بضيفنا، نقول لك بداية رئيس أهلا وسهلا فيك. اهلا بيكم وميرسي كثير. بنشكر الاذاعه تلفزيون لبنان وبنشكر معالي الوزير والاداره والاداريين كلكم. نعم. والقيمين على التلفزيون. رئيس، وقت اللي بنقول مشاكل وحلول، يعني اليوم يلي بيزور ليتعرف على بلده الفنار بنشوف طرقات عريضه فيها امكانيات، فيها متابعه، فيها مواكبه، فيها مراقبه، يعني اذا تكون منطقيين من ال 24 ساعه كم ساعه؟ تقريبا من الساعة 6 إلا ربع بكرة ل 12 وربع عشية دايما واعي سهران، بتابع كل شيء على الأجهزة، معي جهاز. نعم. براقب الشرطة، الحراس، والنهار بالنهار الموظفين، يعني كل شيء متابع كل شيء. رئيس، اليوم يعني بهذا الإطار اللي عم نحكي فيه، في مشكلة كبيرة بالبلد وهي موضوع الكهرباء. يعني اليوم انت بنسألك عنها بتجاوبني بكل برادة وصدر منشرح، انا عندي محلولي. شو قدر عمل جورج سلامي لحتى يقدر يحل القرار يلي معارضينه اصحاب المولدات الكهربائية وهو تركيب العدادات يلي فرضضوا ببلاغين 4 و5 وزارة الطاقة والمياه، وبتقول مفترض انه كل مشترك يكون عنده عداد الا اذا هو اراد انه ما يكون عنده، باتفاق خطي بينه وبين صاحب المولد. أنا بنظري إنه إذا رئيس البلدية حاطط أجهزة بتعرف قديش كل واحد، كل حي قديش وصل له كهرباء. نعم. وفي مراقبة وفي عدادات. نعم. وفي موظفين خصوصي لهالأمور، وكل شيء عم بياخذوا أي قرار ما عم بيحتاجوا المولدات عليه. يعني أعطينا مثل اليوم قديش أنتوا عندكم الكهرباء؟ أنا هالشهر بعد ما سعرت الشهر الماضي كان مطارح 80، مطارح 90، مطارح 100. 80 شو؟ 1000؟ 80,000. نعم. والأسانسيرات 200,000 على المصعد. على البنية كلها. إيه. يعني خط مشترك للكل. إيه. يعني ثاني شيء أنا المولدات فارض عليهم يضووا الطرقات. والساحات. الطرقات كلها. مش إنه الطرقات الداخلية. الطرقات الداخلية. نعم. والرئيسية وكل الطرقات. مضواية على مولدات. طيب تسمح لي أنا وياك سوا لحتى نشوف عن دور بلدية الفنار يلي رح نلاحظ من خلال الجولة بشوارع الفنار إنه البلدية تنظم فعلا عمل المولدات. نشوف رأي الناس. 90,000 هون أخذوا على 5 أمبير. 90,000 أنا أخذ 10 أمبير، أخذوا 90,000 على 5 أمبير. هني 5 أمبير 90,000. تجارة ومافيات وسرقة وكله فيت ببعضه. يعني أنا أفضل إنه الدولة هي تجيبنا الكهرباء بقى حلا. يعني أكيد أفضل البلدية لأنه بيكون في رقابة، بيكون في جهة مسؤولة عم نرجعها، مش فلتين القصة ما فيات ببعضها. أكيد البلدية أفضل بكتير. هو الأزبط إن الدولة تستلم الموضوع، وإذا لا إنه البلدية إلي لا. إيه أكيد، ما هي البلدية سلطة من الدولة. شو إذا بدي البلدية لحال والدولة لحال مصيبة. حابل لك إن البلدية هيك مسعرها. البلدية إذا بتستلم شغل يمكن البلدية بتضل سعرتها أحسن من غير أصحاب الموتورات. أكيد عم بيسرقوا. يعني رئيس يلي هلأ كنا عم نشوفه، يعني هو عناوين عريضة، قراءة سريعة لعناوين ما في مشكلة، إنه الناس بيقولوا البعض إنه عندهم رأي ونحن كتير بنحترمه، ولكن في ظل إصرارك أنت على القول إنه البلدية تعمل على التنظيم بنعتبرها مشكلة محسومة. أنا إذا الدولة فيها تعمل شيء. نعم. وطلع بإيدها أنا ما بزعل. نعم. بس إذا الدولة ما طلع بإيدها أنا طالع بإيدي اللي عم بعمله عم ينعمل. لأنه وأي إذا تنفترض حي 80، حي 90، حي 100. نعم. إذا قربوا على طبعة 90 عملوا 100، وإجا حدا تشكى بيرجعوا المصاري اللي أخذينها. كم مولد عندك رئيس بإطار الفنار؟ تقريباً في له شي 25 مولد. نعم. أنتم ما فكرتوا كبلدية تاخذوها على عاتقكم مثل ما بعض عمل؟ ما بتزبط بالبلدية. ليه؟ لأنه بدك تحط موظفين. الموظفين بتحط عليهم مسؤول. بتعرف اليوم المسؤول
يمكن ينغر بشيء، ما فيك تجيب مسؤول منزه 100%. بقى بفضل نبعد حالنا عن هالامور هيدي، وما زال المولدات عطينا كهرباء للشوارع بلاش، مش هلا من 2001 انا اخذ اول واحد بلبنان اخذت الكهرباء بلاش وضويت الضيعه كلها. كنا نكون جايين من برمانه بس تكون معتمه توصل على بتمر عايز توصل على الفنار، بس توصل على الفنار في ضوية. نعم لا ما طب رئيس شغله كثير مهمه، ولكن الملاحظ انه انت في عندك هاجس دائما، يعني الاعمال المتتاليه، يعني اليوم انت طرقاتك كثير منيحه وعريضه بقلب بلديه الفنار، وانت بتسعى لحتى الطرقات ما تقفل وما تتسكر اذا كان في اي احتفال، مأمن دائما مداخل ومخارج. ولكن وقت اللي انا بدي اسمع انه انت مهتم بتاهيل الطريق والبنى التحتيه بمنطقه نهر الموت بالمدينه الصناعيه، شو لكم علاقه فيها انتم بلديه الفنار؟ وضح لي الصوره. هيدي هنيك وادي الصناعي. نعم. هيدي واقعه المنطقه بين اربع بلديات. نعم. عين سعادة والفنار رومي وجديدة. ليش انت بالواجهة هون؟ لكلنا بالواجهة، بس كل واحد حسب ما يكون عنده وقته او شيء. انا مساقب في عندي طريق، اذا عملت هيدي هلا هي اذا عملت بتوفر عرقلة سير على طريق المتن السريح، بدل هالسيارات والكاميونات اللي بتنزل وبتقطع طريق نهر الموت. نعم. إذا رايحة عب عبدة أو رايحة عالضاحية أو رايحة عالجنوب تقطع من الفنار وبتروح على سد البوشرية، ساعتها ما بتمر على الخط السريع، منوفر عجقة سير على هالخط هيدا. طب رئيس شو بده هيدا المشروع يلي هلأ نحن عم نحكي عنه؟ ما بده شيء، بده أنا متابع لأربع بلديات. ايه؟ يعني بدنا أربع مجالس بلدية هن ياخذوا القرار. لا لا لا، ولا في دور للوزارات المعنية؟ لا، كل بلدية بتعمل ضمن نطاقة. نعم. وفي طريق هيدي اللي بتسهل هي بيني وبين جديدة. جديدة عمل مرسوم وقرار ووسع الطريق من مالته، كلفته $1.5 مليون. جديدة. برافو. انا عملت كمان توسيعة قد طبع جديدة واكثر، لانه ليش انا استملكت عدة عقارات. العقارات الكبيرة استملكت 3000 متر ما دفعته لفرانك، لانه العقارات كبيرة. نعم. بس انحكمت بعقار واحد استملكته. حيحكينا عنه قبل. حيحكينا عنه قبل. نعم. هلا المهم اذا مضى هالقرار منحل القصة. المجلس البلدي عم بيقولوا اختلفتوا كرماله مرة الماضي ولا لا؟ هيدا اختلفنا كرماله، بس رجعنا مش الحال وودينا القرارات يلي صار خلاف على التفتيش وعلى الديوان وعلى الاستشارات والتشريع، وكانوا كلهم بيقولوا كل شيء عامله رئيس البلدية قانوني. طب اليوم تجمع يعني الصناعيين بنهر الموت بيطالبوا دايما بتأمين يعني الطريق والبنى التحتية، هن كصناعيين مستعدين يساهموا بهذه الورشة يلي انت سميتها انقاذية لواقع عجقة السير رئيس؟ هن الصناعيين لولا وضع الصناعة. نعم. والتجارة منيح، لو فاتحين لهم الطرقات على سوريا على الأردن على دول العربية ما بيقولوا لا، بس صناعتهم ما عم يقدروا يصدروها. نعم. وضعهم تعبان، ما فينا نقول لهم شيء هلا. تسمح لي نشوف أنا وياك سوا ريبورتاج. إيه؟ حول مطالبة رئيس تجمع الصناعيين نهر الموت وتجمع الصناعيين بنهر الموت، المطالبة بتأهيل الطريق وطبعا إنجاز ورش البنى التحتية. بنشوف الريبورتاج وبنرجع نتابع معكم. إحنا عم نعاني المشاكل، البنية التحتية والطريق، لا كهرباء ولا مي ولا جمجيرير مثل الخلق. هلا فيها مشروع بلشوا فيه، وقفوا على نص الطريق وعن زايدين هاوس ما عم يكملوا، شو السبب ما لنا عارفين. بنتامل انه يصير في شويه ضخ بالوقت، لانه الوقت كتير ضيق قبل الشتاء تيخلصوا لنا الشارع، والا نحن بالشتاء ما فينا نمشي على الطريق ابدا. سو نحن شي 100 مصنع هون، في شي 1000 عامل، يمكن اكثر من 1000 عامل بيشتغلوا هون. وهي البنية التحتية مفروض تنعمل من 3 سنين، من 30 سنة، مش من 3 سنين، لأنه قبل ما تنعمل رخص للصناعيين مفروض يكون في شارع. الشارع ما هو موجود إلا بالكداستر بس على الخريطة، بس على التنفيذ هلأ عم ينزلنا إياه. نتأمل أنه يكملوا بأسرع وقت ممكن قبل ما توصل الشتاء. وفي عنا شارع جديد الفتحوا لنا إياه، رئيس بلدة جديدة وبلدة فنار، نتأمل أنه يزفت لأنه جاهز، بس بده تزفيت، وهذا بيساعدنا كثير، بخفف الضغط علينا وبخفف العجقه الكاميونات الكبيره. سو بتسهل شغلنا نحن كلنا، بنصفي اهون علينا الشغل.
تليليبان مشكورة كثير يعني جيت لعنا نحن وعم تساعدنا، ونتأمل كمان انه البلدية تهتموا فينا شوية زيادة ووزارة الأشغال العامة ويهتموا حتى يصير في منطقة صناعية نموذجية، هذا المهم. نحن بقلب بيروت نحن منطقة صناعية، ما لنا موجودة ببعلبك، مفروض تكون نموذجية. ان شاء الله يكون خير وان شاء الله يسمعوا صوتنا. الحقيقه هي فيها فعلا المجارير وصلت لعند زايدن هاوس وما كملوها من زايدن هاوس لتحت للاخير ما تكملت. نحن عملت مجارير بس ما كملوها كلها، عم ماشي على الطريق المجارير. المفروض انه كمان مين المسؤول ما بعرف، البلديات مسؤوله، هي وزاره المياه مسؤوله عن المجارير ما بعرف. المهم نحن انه يهتموا فينا، نحن وصلنا للمجرير هي اهم شيء، المجرير لانه بتمشي على الطريق متاع الريحه بتقرف. رئيس اللي كنا عم نشوفه المطلوب مدينه صناعيه نموذجيه، شو هو المقصود اليوم؟ قديش انتم عندكم امكانيات كبلديات تساعدوا بتطبيق المخطط النموذجي؟ هذه منطقة صناعية صار لهم 20 سنة مش حاطين ليرة عليها الدولة أو أكثر شوي، بقى هيدي ما بدها شيء، عم يصرفوا مال الله وزارة الأشغال والإنماء والأعمار، هيدي كلها بدها مليون ونص دولار بيعملوا هالمنطقة كلها وبتصير نموذجية، ما بدها شيء، يعني بيقدروا يعملوها مرتاحين. يعني طيب نحن عم نعمل قدر امكانياتنا البلديه. طيب رئيس اللي عم نشوفه كنا هلا يعني عن طريق يعني والبنى التحتيه للتجمع الصناعيين رح يستفيدوا منه، ولكن في مشروع مهم طريق عين سعاده الفنار الدكويني كمان بحاجه لتوسيع وتاهيل، وانت دائما دائما من سنوات لليوم بتحكي عن هذا المشروع. هيدي انا لما طلعت وسعت طريق عين سعاده بال 2004 خبرني كيف وسعت. انت باخر ساعه طلعت عند رئيس الجمهوريه وطلبت اذن منه، بعث لي اكيب وبظرف 20 25 يوم كانت واسعه. برافو. 7 كيلومتر ضل في الطريق. انا رحت عند رئيس المولاسال يعني القيم العام هو الفرير ايميل عقيقي والمدير، قلنا لهم هيك هيك، عملوا لي وكاله عند كاتب العدل وقالوا لي فيك تعطي كيلومتر 2 مترين ونص وبعد التوكيل معي. انت يعني فوضوك تاخذ قرار؟ انا بمضي القرار وكل شيء مع التوكيل. برافو. بس بنا يلي ضمن هالطريق ضمن نطاق بلديه عين سعاده والدكواني والمنصوريه. نعم. هالثلاث بلديات ووزاره الاشغال، هي اصولا لوزاره الاشغال. نعم. بس اذا وزاره الاشغال ما فيها مصاري او ما فيها تشتغل، اوكي، هالثلاث بلديات اذا تعاونوا يتصلوا فيي، انا مستعد امضي لهم مترين ونص على طول كيلومتر، بتصير الناس تمرق مرتاحة. شو بدها يعني قرار بس؟ البلديات هني بيعرفوا. ما اعطيتهم خبر انت؟ انا لا. انت كل ليه مش اصدقاء انت؟ انا صاحبي معهم بس ما فيني اقول لهم انا بتعملهم. طب كيف بدهم يعرفوا؟ بيعرفوا مني ما بيعرفوا انه طريق ضيقة بدها توسيع. هني طيب. بيعرفوا. خلينا نشوف سوا ريبورتاج ونرجع نتابع لحتى نسمع يعني منسق رهبنة أخوة المدارس المسيحية بلبنان الأخ إميل عقيقي شو رأيه بهذه المشكلة أو هذه الشكوى. منشوف سوا. هيدي الطريق هي طريق بتمر القديمة، طريق كانت من زمان موجودة، ما كان في هالعجقة يلي مدارس اللي موجودة بالمنطقة. اليوم في عنا 3-4 مدارس موجودة بهالنطاق هون. صار في حوادث قبل لضيق الطريق سببت بوفاة وفي جرحى. المشكلة هي انه المدارس اللي بتنزل من هون بوقت الذروة يعني التنتين ثلاثة بتشكل كتير عجقة، وعرض الطريق مثل ما ملاحظ انه منا عريضة كتير، والعالم كمان هلا أكترية العالم عم تجيب اولادها على المدارس، يعني عم تشكل حسب ما عرفت من فترة انه كان في فكرة انه مدرسة المولاسال بشخص الفار حقيقي مشكور حاول يقدم بده يقدم كان شي 3 امتار من ارض المولاسال لتوسيع هذا الطريق، وبعرف انه كان مكلف الرئيس جورج سلامي رئيس بلدية الفنار كان وقتها انه يجرب هذا الموضوع. ما في شك انه هاي الطريق اذا توسعت اول شيء بتسهل للعالم
وسلامة العالم، سلامة العالم والتلاميذ يلي عم يكونوا بالأوتوكارات اللي نازلة من هون. هيدي هون لازم تتوسع أقل شي 3-4 متر، أقل شي بين 3-4 للعالم ترتاح إذا بتطلع عن كاميون أو بتطلع عن شي. طبعا مهمة لأنه خطرة، خطرة ضيقة كتير وعم يصير فيه على عليها حوادث. طبعا أحسن إذا بتتوسع، إذا في مجال تتوسع أكيد أحسن. لا أكيد الطريق لازم تتوسع لأنه في عجة وصار المناطق السكنية كثرة العالم يعني لازم تتوسع أكثر من هيك، لأن عم بيصير في عجقة كثير على المنطقة هون، يعني بدك ساعة توصل لتحت وساعة توصل لفوق، واللي نازلين من فوق كمان بدهم ساعة يوصلوا لهون، يعني إيه أكيد أكيد أكيد. لازم نعرف إنه هون صار تجمع مدارس كبير كثير بلبنان، في حد منا الحكمة، في حد منا الكفاءات، تجمع المدارس بيعني كتير. فمن عشية عم بيصير في زركة قوية، وبعد مرات عم ننطر نص ساعة تا يفتح الخط. أنا بقول إنه بلبنان من أهم المشاريع اللي لازم تصير هي تسهيل هالطرق وهالطريق للولد تا يوصل على البيت بكير، تا يرتاح، تا يقدر يعمل رياضة، تيقدر يعيد دروسه، تيكون مبسوط بهالحياة ويعيش ببلد يحبه مثل ولبنان بينحب على كل حال. فنحن منطالب مع رئيس البلدية اللي منعرفه من زمان، وولاده كانوا عندي ببيت مري، وبعرف قديش كان عنده نخوي. مرة شفت ساحة ووقع ولد وقلت له ليك يا مسيو جورج، ما كان بعده رئيس بلدية، بدك تسوي لي هالطريق. بأربعة أيام كانت الساحة مزفتة وما عاد وقع الولد ولا وقعوا الأولاد. رئيس اللي كنا عم نتابعه، قديش ممكن إذا طبق يغير شيء بالمنطقة بكل صراحة؟ بيغير كتير. نعم. يعني بيوفر على الناس خطر على أولادهم، على 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 الأطفال اللي بتمرق بالأوتوكارات. شو فينا نعمل ببرنامجنا لمواكبة هالشكوى؟ نحن شو بنقدر نعمل؟ إذا هيدي يعني بتعيدوها كم مرة الطريق هونيكي، لأن بيكون في وقت يحضروها البركي. نعم. بيحضرها شي مسؤول من هالوزارات الكبيرة، وزارة الأشغال، نبعتلو إياها على USB الماء والأعمار. هيدي هيني وما رح يدفعوا استملاك عند كاتب العدل، ما بمضيلهم ورقة ويبلشوا بالشغل بعد 10 دقايق. برافو. كيلو متر بعرض مترين ونص، يعني 2500 متر المولى سالم قدمته، وبدل ما يروحوا يحكوا مع 200 واحد بيحكوا معي واحدة. برافو. وانت بتقدر باسم الكل، انا معي تفويض، تكون الميسر. ايه؟ نعم معي. رئيس، يعني في عندنا كمان مشروع سياحي على طريق مدرسة سانت فامي، يعني في بعض السجلات او بعض الاراء يلي بيتابع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، في اراء مع اراء ضد، يعني انت من خلال يلي هلا بدك تشرحه ممكن يكون في له متابعه لبعدين. هلا في شغله اوقات بجد معنى قصص، مثل من يومين ثلاثه. نعم. انا ليلي براقب، بطلع في مطرح قاعده حلوه وبرود، بقعد فيه وبراقب الشغل وحاطت شرطة وكل شيء. بقى شفت في عجقة كتير، قلت أقرب الربط بالسيارة. نعم. الربط بالسيارة شوي، لقيت في واحد معه 3-4 كلاب أجلك كبار. نعم. إيه بقى كبار يعني. أوكي. إيه ما شفتش إلا ضرب على السيارة يوقف. قلت له ما أنا واقف سيارة رئيس بلدية وضربها. إيه سيارة، سيارتي الخاصة انفينيتي. نعم. بقى وضرب عليا وقال لي وقف. قلت له خي شو بدك، ليش بدي وقف؟ قال لي كنت روحت الكلب. قلت له من قال لك رح روح الكلب؟ ما انا ماشي برمي الدولاب. نعم. وقفت طلعت لقيت في 3 كلاب هون وكلب هون، وهو معه 2-3 جايين، وجايب شيء هيك مثل كيف بدي اقول لك، مثل قنايه مسكره بمرقهم بقلبها الكلاب، بدربهم بركي تدريب. نعم. قلت له هون مش مركز تدريب. هاي طريق للمشاة. تعرفك رئيس البلدية؟ عرفت عن حالك؟ أنا هني قالوا له الناس الواقفين، أنا ما بحب أقول له عرف مين أنا. لا. قالوا راح على طلع على الفيسبوك صار يقول له عرف مني أنا ما بقول هالجملة بحياتي مش هيلا.
صحيح رئيس بلدية بس مني هالقد يعني نعم. شايفها ومش مصدق للعملية. نعم. بيقول لي هو كنت روحت الكلب. قلت له من قال لك بدي روح الكلب؟ روح يا نعم. حبيبي. شو بيقول لي؟ ما الجلالي احكي معك، ما مش حرزان احكي هو معك. هو قال لك هيك؟ ايه. قلت له ازبط كلامك وكون مهذب. قال لي حنبي دور الشوير جماعة داعييننا ناخد كلابنا ونطلع نمشيهم بدور الشوير. نعم. قلت له دور شوير جماعة حضاريين، نحن بعدنا متأخرين هون، بعد ما وصلنا للحضارة. قال هيك مزبوط. قلت له ايه بهني. كيف انتهت؟ ايه انتهت على أساس اجوا الشرطة ما خليت حدا يقول لهم شيء. قلت له يا حبيبي في مطرح أنا عامل 8 امتار على طول شيء 300 متر تراب. نعم. قلت له الكلاب بيمشون على التراب والبني أدمين بيمشوا على الزفت. قال هيدا الكلب مكلفني 10,000 دولار وبلش يعيط ويصرف. قلت له يا حبيبي مكلفك مش مكلفك؟ قال حط أرمات وحط بلاكات تنتقيد فيها. قلت له تكرم عينك، هاليومين رح حط أرمات وبلاكات وخلصت القصة. شو بيقولوا لي على الفيسبوك أنا ما بحضر هيدا. قال ثلث ساعة يقول لهم ماري رئيس البلدية اجروا ما فيها الطالع على الفرام يعني كزم انا يعني صغير هيك ايه وجايب رئيس ليه فسرتها هيك؟ ايه ما خليه يعرف مش انت بتسوق. لا انا سايق. انت كنت سايق. ايه ومبين من راسه 3 سنتي. ايه ونحن قال شو بيقول له؟ نحن 7 شباب وزنودنا تخام بس ما عملنا نعمل مشكل. ايه بده يجي يعمل مشكل بضيعه مع رئيس البلديه ومع الشرطه ومع 40,000 نسمه. واحد جاي منين؟ الجاي من السبتية خصوصي تلاعب كلابي هون. قلت له ممنونينك كتير خيي، منه ملعب للكلاب هون. طيب يعني أنا بتمنى يعني هذه القضية إنه دايما قصة الكلاب هيدي نعم حيش يعملوا من القصص. إذا لقوا واحد معورض عم بيموت ما حدا بيطلع فيه، إذا واحد قال له يا خيي خلي كلبك يمشي على التراب صار عامل جريمة. هيدي ما بتجوز هاي. خلي هودي بعد عندك ناس بدها تبين على التلفزيونات. نعم. بتفتش على شغلة تتظهر تظهر بموضوع كلب أو بسيني مع إنسان مهم مثل حضرتك يمكن ما بيأسي أنا مش مهم أنا زلمة عادي. لو أنت إنسان عادي ما كنا عم نحكي فيها اليوم. ما عم قل لك قصة عيب بقى يعملوا منهم قصص هودي قصة كلاب والبسينات. طب رئيس اليوم يعني حكينا نحن مي ولا بعد مي؟ لا ما حكيناش بعد. مع أنه أنت بكل اللقاء اللي بتقول يا جماعة نحن جديين وراء مشروع المي، وانت اجتمعت مع المهندس جان جبران مدير عام مؤسسة بيروت وجبل لبنان وكان اجتماع مثمر في كمان قطعة أرض مقدمة لخزان حتى ينبنى عليها. يا ريت بتوضعني بهذه الصورة تنشوف وين صار المشروع اليوم. يوم سألته للمدير نعم وقال لي انه بآخر أيلول بيكون الخزان خلص يلي بيعطي قسم من عين سعادة وبيعطي الفنار هذا رح ينعمل بعين سعادة اعتلت عين سعادة وفي الخزان طبعا المولاسال كمان نعم. فرير إيميل ومدير المولاسال والأكيب اللجنة كلها قدمته كمان بساع تقريبا شي 1500 متر مي نعم. مقدم كادو معمول خالص هذا مع شقفة أرض تركبوا الترمبة فيها شي بنحكي عنه بالتفصيل ولكن بعد هذا الفاصل. أصدقائي دايما عبر مشاكل وحلول بنلتقي معكم بإطار المواكبة والمتابعة لتسليط الضوء على بعض المشاكل توخيا إلى إيجاد حلول. بريك ونرجع. بعدنا معكم وبتمنى تكونوا بعدكم معنا بلقاء مع رئيس بلدية الفنار بالمتن الشمالي جورج سلامي. رئيس كثير مهم نقول يعني بإطار المي حكينا كهرباء ببداية اللقاء ولكن واقع النفايات هذه المشكلة اللي مرفقتنا وعيشي معنا على طول وقت اللي كنا بعز ذروتها نسألك تكون انت جدا مرتاح البال وتقول الحل عندي عم نجمع تنعمل تنشتغل. بهذه المرحلة كيف واقع النفايات بالفنار؟ واقع النفايات بالفنار تبرم الفنار كلها ما بتقشع نفايات ما فيها محطوطين بمطرح واحد بيجوا بياخدوهم كل يوم بيومه نعم. ما في نفايات بس هالمطرح هذا صار في عجقة سكانية بدي انقلهم على منطقة صناعية درجة أولى نعم. يعني حد الزرايب وحد المصالح رح ينقلوا
خلال 10 ايام او 15 يوم. على طول رح نضل نلجا للنقل ولا في لا هو بده ينقلوا على معمل. نعم. يعملوا فرز. مين اللي بده يعمل معمل؟ بلدية؟ في صاحب الارض. اوكي. كان عنده معمل تزويب دوليب يعملهم مثل نفط. نعم رئيس. تفضل تفضل معلش معلش. أه؟ معلش تفضل. ايه. بقى هلا رح ينقلوا هودي. من نعم. هلا لكم يوم بينقلوا. ناخذ له تليفونه للرئيس شباب. ما بعرف. نعم. رح ينقلوا خلال كم يوم. نعم. بينقلوا عنا أول جلسة بمجلس البلدي. رح يجي صاحب المعمل يقدم لنا المطرح ونحن نعمل له موافقة حصرية. يقدموا هبة يعني؟ هو المعمل له. أوكي. ما بياخد منا ولا قرش أجاره. على صعيد الفنار. على صعيد الفنار بس. ايه. وكل نفايات الفنار والزبالة والمعامل وكل شيء تنقل لعنده. بيتفقوا معه ان شاء الله يتفقوا معه ببوسه ان شاء الله يتفقوا بمصاري. طب وغير الفنار ممكن تستقبله؟ لا نحن بس الفنار. ما فينا حتى ما يصير مثل مصاري بيتنا نجيب من غير منطقه. نعم. كل ضيعه تظبط وضعها لحالها بترتاح القصه كلها وما بيعود في مشكله. اوكي. بقى الزلمي عم بيقول نعم نعملها حصريا الفنار كله عندي انا ما باخذ مصاري باخذ من اللي جاي يحطوا النفايات. مين اللي بده اجره عقاره؟ نعم الزلمي واجا لعندي هو والمحامي طبعه وخلال يومين ثلاثه رح نعمل الاتفاق وقصه النفايات بتكون محلوله كفنار. مين بيوضي له هني على القطر؟ هو بيأمن سيارات. نعم. السيارات يلي عم تدخل بدل اشتراكات من السكان يعني؟ ايه ايه في اشتراكات صار لها 20 سنه. نعم. 10,000 بيعطون اكياس النايلون. اوكي. بيجوا بياخذوا لهم اياهم من البيت بالشهر يعني. نعم. بالشهر 10,000 ليره. نعم. بقى مفروزين ولا مش مفروزين؟ بدهم ينفرزوا بالمعمل. انتم ما شجعتوا بعد الفرز عندكم؟ جربنا بالمية خمسة ستة بيفرزوا بعدين بحطوهم فوق بعضهم. ما بنكون عملنا شيء. بقى هلا رح نعمل هالشغلة وراح نشجع على الفرز. هو يمكن الزلمي رح يحط اكيب من قبله صاحب. نعم. الارض ان شاء الله. ايه ويبعط لهم اوعية. أوكي. وهو يسهر على قصة الفرز. رئيس بموضوع ترقيم يعني الشوارع. ترقيم الشوارع حكينا عنه من قدام البلدية بنقل مباشر من زمان زمان. مزبوط مزبوط. اليوم شو؟ اليوم مضى اجت المدام بيصري مراقبة العامة خلص بالمجلس البلدي. اليوم مضيته. برافو. الساعة 10:30 كان مضى القرار. نعم. عبكرة نازل عند الأئمة. نعم. هلا بيعملوا الإحالة بحاولوا انا للأئمة. بنحملك سلام لها كمان. بنسلم على الأئمة. مدام بيصري. نعم. ست غير شكل. هي مراقبة مراقبة من قبل وزارة الداخلية. نعم. حتى في امور كثيرة الموظفين ما بيعرفوها هي بتجي وبتفسر لهم اياها. يعني ست غير شكل. الله يخلي لها عائلتها وبنشكرها. طب رئيس اليوم بالختام يعني واقع يعني الحياة بين بعضكم انتم اعضاء بالمجلس البلدي بتحضيرات نشاطات مهرجانات امور تستوجب قرار يعني المجلس البلدي عم بتكونوا انتم بالختام ايد واحدة. نحن المجلس البلدي اساسا نعم يعني بيت واحد وعائله وحده. انطلقوا كلهم من عندي من البيت. عملنا الانتخابات ضلت شهرين ببيتي وعملنا الانتخابات وكان كل شيء تمام بس في تفاوت بالاعمار. كل ناس عمرهم 25 ناس 30 ناس 35 وانا عمري 79 العمر كله. بجوز انا يمكن شيخ الشباب يا ريس. انا معود روج بالشغل كثير. نعم. اني بحبوا الدراسة بحبوا التأني كثير. مش غلط. بقى عم بيصير في شوية اوقات. هلأ فهموا علي وفهمت عليهم وان شاء الله تنسيق خلال قائم. هلأ من هلأ وطالع راح تتغير الامور كلها. ومعنا بصندوق البلدية تنطمن اهل الفنار معنا 3,400,000,000 ليرة ما علينا قرش دين. البلدية الوحيدة ما عليها دين. يا ما عم يبكوا يا ما عم ينعوا. انا لا رح ابكي ولا رح انعي. عم يجوا الناس يدفعوا مشكورين الناس اللي عم تجي تدفع وبلهفه. الحفلات والنشاطات والمهرجانات بتعملوها ببلاش انتوا رئيس؟ ببلاش. هلا عندنا مهرجان حسابكم انتوا؟ ايه حساب البلديه. عندنا مهرجان ببلش 13 14 15 16 بمناسبه عيد الصليب. هلا المطربين عم نشوف مين فاضي. في المطرب غسان صليبا المطرب شريف قلت لي ما راح تقول. هلا عم اقول لك اتصلنا فيهم بعد ما جاوبونا تنشوف مين منهم راح
يعطينا اثنيناتهم اخوتنا واحباب قلبنا. ايه وبلا صغرى اثنيناتهم بجننوا. رئيس انا بدي اقدر يعني كل اللي انت عم بتقوم فيه مع كل التحيات لك عبر مشاكل وحلول للمعنيين، شو بتحب توجه كلمه يلي هن دائما حد بلديه الفنار بالختام؟ بطلب من مجلس البلدي نعمل جلسه مفتوحه شو في مشاريع واي اقتراح بيقترحوه وبفيد الضيعه انا دغري بوافق عليه، ومنطلب من مختار الضيعه لانه نحن على طول المختار ورئيس البلديه وخور الرعيه بس يكونوا متفقين الضيعه بتعمر ان شاء الله على طول، بقى منطلب من المختار يحط ايده بايد البلديه ويوقف حدنا ومجلس البلدي ومنعمر ضيعتنا سوا. الله ياخذ بايدك وشكرا لك ويعطيك الف عافيه. نشكر تلفزيون لبنان، شكرا لك. نشكر القيمين على تلفزيون لبنان، نشكر معالي الوزير الرياشي الصديق والخي وكلكم مشكورين. شكرا سيدي، وخاصه البرنامج تبعكم. تسلم، اهلا وسهلا فيك. نحن لهون بنوصل لنهايه حلقه اليوم، نشوفكم بكره باطار مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. الى اللقاء.